اهلا بكم. اذا النادي المصري سيواجه مارين دي اف سي في الدور 32 من كاس الكاف، مباراة الذهاب في مصر ما بين 13-15 سبتمبر، اما الاياب سيكون ما بين 27-29 سبتمبر. اما عن القنوات الناقلة فقد اعلنت قنوات اون سبور و ني سبور المصرية عن نقلها للمباراة. ان كنت تحب النادي المصري لا تنسى لايك واشتراك تشجيعنا للمواصلة. الى اللقاء.